البادية، قريحة الماضي وأنشودة الحياة ولحنها العذب. فالماء والهواء الطلق والمساحات التي تسمح للنظر إلى مراتع الإبل والصبا هي ذات البدايات الجميلة لأهل البجة الذين اختاروا من الجبال سمرتها ومن الوديان خضرة التغني للأماكن المحفورة في الوجدان. ومدينة طوكر واحدة من المدن الحاضرة في الأذهان، خاصة وأنها تحتضن مشروع دلتا طوكر الزراعي، أحد أخصب المناطق الزراعية بالعالم، وبإنتاجه الوفير ظل الناس يتغنون للخضرة والوجه الحسن. توكر مرات انت كبد بيتا اباتي مفتي الهميتا، توكر مرات انت كبد بيتا اباتي مفتي الهميتا، توكر معشيش على سميتا تنبرنا لباس اندلا. توكر مرات انت كبد بيتا اباتي مفتي الهميتا، توكر مرات انت كبد بيتا اباتي مفتي الهميتا، توكر معشيش على سميتا تنبرنا لباس اندلا. عندما يتوفر الماء والكلى يبقى تزويج الابناء عند البجا الرغبة الاولى، حتى وان كانت اعمارهم وتجاربهم لم تتجاوز طور المراهقة، وتبقى أم العروس في شغل شاغل حيث تحشد قواها وما ادخرته من الأيام الخوالي لتزف ابنتها وهي في أبهى صورة وأجمل منظر، خاصة وأن أقرباء وصديقات العروس يبذلن من الجهد بقدر لا يمكن قياسه بالمال. البيت بتاعت المرأة هو البيت، يعني من تفكر الأم من تفكر دار تعرس بيتها تلم جاراتها وصحباتها وأخواتها ويلا يفكروا يعملوا لهم بالسكسب والودع البرش والحاجات دي الكروشيه، تعزم الناس يعني كل يوم بيجي يتلموا ويخيطوا ويقيلوا لما البيت تمشي بيتها. أهل العريس يعملون على إقامة بيت من منتجات البيئة المحلية من الأخشاب التي تقبل المرونة لاستخدامها في بناء بيت دائري الشكل، قوامه البروش البيضاء وزينته ما تحمله العروس من صنع أهلها وإهداء صديقاتها، فالموسم عندهم فترة لإظهار المحبة والتهادي. هذا البرش الأشكال اللي فيه مأخوذة من البيئة ذاتها من بيئتهم، لأنهم ما بيعرفوا الأشكال الهندسية والدوائر والحاجات دي، ولكن من جلسة الرجال في المحبر، يقول له محبر يعني مكان يقعدوا فيه عشان يتفاكروا فيه، يقعدوا على شكل دائرة وبعدين في مثلثات، دي عبارة عن حظائر صغيرة للحيوانات بتاعتهم اللي هي السخلان والنعاج والبقر وكده عندهم، وجاية البرش ذاته شكله وأشكال الفيه والهندسية دي من البيئة بتاعتهم. بإكمال مراسم الزواج عند أهل الزوجة تبدأ رحلة الانتقال إلى بيت الزوجية، فالعروس هنا تحمل على أكتاف أحد أقربائها أو في هودج يسير خلفه الركبان إذا ما كانت المسافة بعيدة، لتبقى في بيتها الجديد معززة مكرمة يأتيها رزقها من كل مكان، فهي سيدة الموقف حتى تضع مولودها الأول الذي يأخذ اسمه في غالب الأحيان اسم أسرة الأب. العروس إنه يعني لما يتم جهازه وخلاص العرس تم بيقوم شنو ينقلوها، النقلة طبعا بيقوم يشيلوها وكده من بيت لبيت، هي قريبة ويقوم أهل العروس يشوف واحد من أعمامه وكده يشيلها زي الزفة اللي عندنا حقة العروس، بيقوم شنو يشيلوها شيل ويدخلوها وده خلاص، وسبعة يوم هي الأصحاب والزميلات يلعبوا هنا ويرقصوا ويغنوا في محلهم دي.
بالنسبة للعادات اللي بتتم يعني الصباحية، هو عندهم الأكل اللي بيجهزوا الصحبات ويجيبوا ليها، والحياة الطيبة اللي بيقوموا يقضوها فينا. ما يرهق كاهل الشباب هو ما يتم تقديمه من مهر، حيث بالقدر الذي يكون فيه الذهب المعيار يكون التفاخر. ومع أن هذه العادة صدمت بالواقع الجديد، إلا أن البجا لا يخاطر أبنائهم بطلب البنت إذا لم تتوافر لديهم أوقيتين من الذهب على أقل الفروض. بعدين يعني مثلا الأهل والقبيلة ودي بتساعد، يعني ما بيخلوا العريس كمان يكسر رقبته زي ما حس فيه. شو قلنا جديد كيف هاي الجنيه، شوف الخمسين كيف كبيرة ومنتازة. لهنا سودان فوق ألف الراس أسمامنا جاكو نموت للحق. رسم تحية سودان اتطور عين الموبايل، الخبر في جبنا نتصل من بعيد. رغم استمرار التأثيرات، فإن البجة احتفظوا بلهجاتهم وتراثهم، فمن عاداتهم أن يطلق الرجل شعر رأسه ويضفر الجزء الخلفي منه، ويستخدمون خلالا خشبيا يوضع على شعر مدهن بالودك في غالب الأحيان، خاصة في المناطق الريفية. حقيقة نحن بنهتم بالتراث من ما يتولد الزول في البيت، بيشبع بالتراث. يعني من صغير يتولد يخط له سيف تحته ويلقى جنبه الدرجة ويقوم على التراث من ما يتخلق، فبالتالي تراثنا عريق وما بنجمع بين يوم وليلة. الفروسية هنا تفرضها الضرورة، فحياة البجا بين الجبال والسهول تحتاج لأن يكون الرجل مسلحا بكل أدوات الدفاع عن النفس، وفي مقدماتها السيف الذي يعتبر أهم مقتنيات الرجل ومبعث تفاخره أمام الآخرين. ولا يمكن لزيجة أن تكتمل إلا بحمل العريس السيف وارتدائه اللبسة البجاوية الصدير والسروال. السيوف البجاوية تختلف عن السيوف العربية المعروفة لأنها مستقيمة ولا شكل محدد، وكل نوع من أنواع السيوف البجاوية له علامة مميزة ويعرف بهذه العلامة وله اسم مميز. أيضا السيف من أهم الأشياء التي يرثها الابن عن أبوه، دائما السيف الأب يكون هو من حق الابن الأكبر، وهذه السيوف تتوارث عبر مئات السنين من جيل إلى جيل. قبائل البجا يتجاوز منسوبوها 4 ملايين نسمة، يتحدثون لهجاتهم التي تبرز في مقدمتها التبداويت والتجري، والأخيرة إلى حد كبير أصولها عربية، والتي تتحدث بها قبائل البني عامر والحباب. بني عامر هاجروا من جزيرة العرب قبل مئات السنين، فخرجوا بلغتهم العربية العربة، لغتهم العربية العاربة القحة، قبل أن تتداركهم أمم ما وراء الأنهار والترك والفرس والروم الذين أدخلوا في العربية الفصحى العديد من المفردات، وتعد هذه المفردات مفردات عربية ولكنها مستعربة. فالبني عامر تملك اللغة العربية القحة، وهي أحد قبائل بني عامر أحد المراجع في الرجوع إلى معاني العربية الأصل. عشان كده يعني في كتاب بلاد العرب دائما والذي يقول فيه قال العامري في لغتي كذا وكذا وكذا، فلغة بن عامر هي مرجع من اللغات العربية القديمة وهي لغة حكيمة. الآن بن عامر يعني لا تخطأ في حروف القرآن وفي أصوات القرآن، وأبناء بن عامر من أكثر أبناء شمال السودان وشرق السودان حفظا للقرآن الكريم. الوارث انت حترم من أبوك مرارك
القواحف في الوسات انت تكفت كان اه وارث انت حتعلم من ابوك اه مرارك القواحف في الوسات انت تكفت كان اه حياة انت دور امان حياة انت دور امان تقاسم مربات جانب انت تتولى بقراوي تمروا نسكي اه قاب انت ذي باستر الحياة شتوت لتقبي اه تتولى بقراوي تمروا نسكي اه قاب انت ذي باستر الحياة شتوت لتقبي اه قابت انت وسات قابت انت وسات المدنية تخطو نحو التأثير على عادات وتقاليد البجة وتدخلها قائمة الاهتمامات التي يمكن تقديمها للآخرين، ومع هذا فإن إيجاد صورة للعروس ما تزال في قائمة المحظورات. جابر المنصوري، الشروق، ولاية البحر الأحمر، لبرنامج كاميرا الشروق.